الفكرة انه لما يكون تركيزك كله على انك ترد، يعني انا شايف انه ده ملوش قيمة. النقد لو هو صحيح الناس هتصدقه مهما انت نفيته، ولو هو مش صحيح ما حدش هيصدقه. ما هو انت ما بتتكلمش على الناس مش عايشة في العالم، والمصادر ما هياش اتنين. يعني اذا بتتكلمي على القنوات اللي بتدافع عن الاخوان، فالمصادر ما هياش القنوات دي وما هياش القنوات المحليه المصريه. في 70 منصه اعلاميه مقروءه والكترونيه ومرئيه لا بتتبنى وجهه النظر دي ولا وجهه النظر دي. والناس يعني المتلقي ذكي وبيقدر يميز. فالفكره ان انت داخل في صراع مش شايفه النتيجه، واصبح نغمه متكرره لا تنتهي من الطرفين. يعني سواء القنوات اللي بتشوف كل شيء سيء وشايفه كل حاجه في الدنيا سودة او لازم تعرضها من زاويه السواد، او اللي شايف ان كل شيء وردي بس انتوا اللي مش فاهمين. ما انا مش هبقى وزير اعلام وما احبش ابقى وزير اعلام كمان. لا يعني لا ان شاء الله. لا ما انا مش عايز، ما فيش ان شاء الله. طب ايه القرار اللي لازم يتاخد من جهه الاعلام في مصر حاليا؟ رايي انه تحرير الاعلام. يعني خلينا نكون صراحه، احنا اعلام مش حر. الاعلام المحلي بالكامل خاص او حكومي ما هوش حر. ده يرجعنا مثلا للكلام اللي كانت الاستاذه بتسال عنه، اللي هو قناه اخباريه تخاطب العالم، النيل الاخبار. انا اشتغلت في النيل الاخبار. اشتغلت الاول في قطاع الاخبار وبعد كده اشتغلت في النيل الاخبار. اول ما بدات النيل الاخبار كانت تجربه ناجحه جدا. استاذ حسن حامد اللي هو كان صاحب الفكره اصلا وصاحب فكره انشاء قطاع القنوات المتخصصه ده، كان ماشي بنفس المعايير اللي كان شغال بيها في النايل تي في، واللي خلت النايل تي في كلها مشاهدين برغم ان هي بلغات اجنبيه. كان في ناس ما بتعرفش لغات، يعني ما بتعرفش انجليزي كويس وما بتعرفش فرنساوي، بس بتحب تتفرج عليه، شايفين حاجه مختلفه. كان بيتم اختيار الناس بدون واسطه، بدون بتعمل امتحانات حقيقيه، الناس كلها بيتعمل لها اختبارات. بس شويه بشويه اول ما بدات القناه دي تبدو ان هي فيها امل، تحولت لنسخه من بقيه وسائل الاعلام وما بقيه التلفزيون، اللي هو مش عارف عضو مجلس الشعب مين، اصل انا بنت اختي مش عارف ايه فيشغلوها، مش عارف مسؤول مين فقريبه يشغلوه. فانتهت بانه اصبح فيها في فتره من الفترات ناس كتير جدا زياده عن الحاجه، مش بالضروره ان هم وحشين او كويسين، بس قصدي دخل فيها معايير غير معايير الكفاءه. ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي تحولت زي قطاع الاخبار، انه اصبح لازم الاخبار المحليه، اخبار الرئيس، بعديها اخبار الوزراء. فخلاص هي في الاول ما كانش ده النظام اللي كان قائم. النظام اللي كان قائم ان الاخبار الخاصه بمثلا رئيس الدوله او بالوزراء فيما يتعلق بشيء خارجي يهم العالم، لان انت كقناه بالاساس كانت قناه اساسها ما كانش ان هي تبقى ارضي، اساسها ان هي قناه تبث فضائيا عشان تنافس القنوات العربيه الاخرى. فللاسف كان عندها ضعف امكانيات، ومع ذلك عملت شغل كتير كويس جدا في الاول جدا، وكانت كانوا بيبعتوا ناس في اماكن مختلفه، كان بيبعتوا ناس في يوغوسلافيا، كان بيبعتوا ناس في غزه في رام الله، في افلام تسجيليه كتير اتعملت عن الاراضي الفلسطينيه، كان في احداث بتحصل في دول اوروبيه كانوا بيبعتوا مراسلين. كل ده فجاه اختفى لانه تحولت لقناه فضائيه، بس هي اصلا المكون المحلي فيها اكبر برضه.